بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيق الله وهنكب الله إن آيات بقول لحدا يلح إلى آيات بقول يسديتا وسورة آل عمران أحد قضيوين في أحد لعي بان كل احتري الله هو يلي ولما أصابتكم مركو إذن أصيبي مصيبة بلاي تاسوا قد أصابتم إذن كنا أدقيستين وأصيبتين بمثلها لما الله كان قلتم يا تلاهدين أن هذا حقي وحن النوغين قلوا هاتلا هو من عند أفسكم حقي النكيم إذن كاوح بيجيو دم بالليم إن الله على كل شيء قدير الله شيء والبوكرة وما أصابكم وحيدين أصيبي مؤمنين تيهي يوم التقى الجمعان لبدا الجمع مركي كلمان فبإذن الله وي وإله إذن كيس إلهي باقى الدري إيوه حكمة كتبت بإذن الله إيوه وليعلم المؤمنين مؤمنين إنو ألا أقاد علم الظهور إنو صوصار إلا هو صحان ألا ووقي إنو صوصار ضدك أوتسو وليعلم الذين كوين إنو صوصار أقاده نافقوا منافقوا بي وقيل لهم منافقين توحى لغيري تعالوا كالايا قاتلوا الدقالما في سبيل الله ألا الدرتي الدقالما أو ادفعوا أما الدفاع قال أدتك بريا هذا إذا نتجيد دهوري الدقالك تقين تحقق دم الدفك كسوا بيرا قالوا حيد الله نعلم قتالا دقال هذا نقنا لا تبعناكم وان ادفاع لهين دان دقال أقنا وان ادفاع لهين marka maalinta waxa idin asfiibay ilaahi idan kibay ahay idaaradiisa qudradiisa xigmadda kale ku jirta waxa ahay allah mu'mininta iyo munaafiqiinta inuu kala sooco oo kala saare ahay oo intu sabab gunto ilaa dadku sida inoo iman doonta dadku qayb kama ogaan karaan oo munaafiq iyo mu'min kama kala garan karaan ilaah baa sabab sameeynaya ay ku kala socdaan shay waliba oo allah hukumay sabab uu ku socdaa وما أصابكم وحي إذن كل دعي أو إذن أصيب يوم التقى الجمعان مالك الله من الجماعة كل ما فبإذن الله إلهي قدر كيسي إرادة دي سوين إيو حكمة دكالي كتبت ولي علم المؤمنين مؤمنين تأينو صوصاره إنو قال لأقاد علم ظهور وي بلانك أصوصاره ولي علم إنو صوصاره عديو أقاده إلي ووقيه هوسه وكوقيه إنو كر أصوصاره الذين كوا نافقوا منافقوا به مالتا وحي لعيب المنافقين تي ايو مؤمنين تي كوكالا بحين مركي عبد الله ابن صلولة وصدح بقول الله قوس وقيل لهم وحالقوا يرين تعالوا كالا يا ليل قاتلوا الدقالما وركالا يورو الدقالما في سبيل الله ألا جيت في سبيل الدقالما أو ادفعوا أما الدفاع وضتك صوبة ليا هذا إذا جيت دهورة تغين قالوا وحيرين لون علم هدان أقنهي قتالا دقال لا تبعناكم أن نفاعل هاي وحوغي يسيدا كجبتوه يعني دي مددكين أنا واحد دقالي تورت الدرن إذن كان رقع إسكاعل كنوي لو نعلم قتالا فيه هدان أقن هاي لا تبعناكم أن نفاعل هاي هم لمن كان منافقين تيه للكفر قال لماذا حق هذا يومي دم أنسى أغربك ودوية منهم إياك حق للإيمان معنى وحوية لقبضوا هذا ويأر أدكت هاي قال لماذا إيمانك قال لماذا مالنتا ودوية marmarni iimaanka u dhawaada marmarni iimaanka u dhawaada oo afkay ka ashaataano dadkay la tukadaan marmarna gaalmo maalinta iyada gaalmada iimaanka gaalmada uga dhawaahay hum iyagu lil kufri gaalmada xageeda yoomaydan maalinta ay aqrab u dhawaayeen minhum iyaga xagooda lil iimaani ay u dhawihiin iimaanka dhawayday u dhawihiin gaalmada uga dhawihiin yaquluna waxay dhihi bi afwaahim afkooda waxay ka dhihi ما شيء ليس أنهاي في قلوبهم قلب جواد كتير كونا كده والله ألا نعلم وأجي هاي بما يكتمون وحي قرينا يا الله بك ورطبا أفك وحي كليهين يوحي أقرصون وكلبوا يقولون وحيده بأفواههم أفك وذا وحي كده ما شيء ليس في قلوبهم قلب جواد أن كتير والله ألا والله ألا نعلم وأجي هاي والله ألا نعلم وأجي هاي بما يكتمون وحي قرينا يا وقال لماذا الذين كوا ويكواسي قالوا كوير لإخوانهم ولا لهات لجنسي قاهو المنافقة أما يوضن لشين وقعدوا يقولوا ويفر يستاني لو قالوا ما قولوا قولتوا وكا
الذين كووا المنافقين تقالوا كير لإخوانهم والألهات إسكو جنسيهن أما يوضنشان والحال قعدوا أي فارستان يبو دغال كفارستان لو أضاعونا هدين ييلي لهايين ما قتلوا لما الله وقعدوا دوا جملة حالية كل احتسام قولوا قولكم لو أضاعونا دوي قالوا ظاهرا قولوا قولك هذا قالوا الذين كووا قالوا كير لإخوانهم والألهات وقعدوا يبو أي كفارستان dagaalkii ay ka fadhiisteen law adaacuna hadayna yeeli lahayeen oo nala tashan lahayn ma qutulu lama lahayn qul waxaad ku tiraabaa lagu yidii nabiga fadra uu ka celiya an afushkum naftiina almauta dimashada ka celiya in kuntum hadaatiin saadiqiina ku kufu sheegi qoladaasi hadayna dagaalka galin in aan la laayeen dad kufu sheegisan deydikuma mautka iska celiyo waaye idinkuma mautka iska celiyo day runtii tahay qolada haday joogi lahayeen aan la laayeen ديدي كوبا موت فيسك علي فيسك علي كرا قل واحد كتير هذا فدرؤوك علي عن أنفسكم نفتي إن الموت دمشة كوا صدي أنتي إن هدي يلي لهين هدينا دنتين عريض كوبا نفتي إنك علي إن كنت بساد بين هدار شيء لسان ولا تحسبن ولا تحسبنها أمة لإننا الذين كوا قتلوا للاي في سبيل الله إله درت للاي أمواتا ضد انتهى أمة لإننا بل أحياء وينولهين أنت ربهم رب جزاكتي سيكونوا لهين يرزقون ولبن والو أرزاق فرحين وحيكفر حسينهم بما أعطاهم الله ألا وحسيه ومن فضله فضله سي الرحمة ديساء ويستبشرون وحيكب شاريسا بالذين كوين لما يلحقوا أنولي سوهلين بهم يقعن سوهلين ومن خلفهم كدن بي ووحي ليهين الله ولا لهين دمان دون إنو يمدون سيدين تاه سوحنوا كما سوهرين هم حيقوا بشارين الله خوف عبسي عليهم تشوضا إنين آهين ولا هم يحزنون أين مرغونين وحيضت كيدين تاي شهيدين تاها والغي يواد يدد بضنبا كان حزم بالمثل جابر بن عبد الله أوكالي أبيه عبد الله بن عمر بن حزم جابر بن عبد الله بن نبق وقارك إساقو يريه والبهارسا ورواكو السيدي بولي أباهي بان نتعروف فربضان وقبل آها وكتا قيبولي اندد كالالهاين وكتا قيبولي بكاسا آيادنا سود وضد في الدين تهوي نوله هنا أبعاده مركز سبحانه وتعالى سيد النبي قلنا وشيغين وحي شمبر عقارا يروح دودين لقلين قال الله سمين سايفا حد قدر ما مركزا قناديل عرش قد هوس كيسا سرسورا يكون هو ينيان وحل كاسي تشوغان جلد نمي لها دي بيسوات داقايا وانا حقيقا مركزا وحي ليهين وحي كفر أحسنهين ولا له وضع إيمان دونه waxa ka soo horeeyo ila yaaban yihiin marka waxa ka soo horeeyo ila khofan cali walaa xajanuna marka waxa layda allah baa yidhi maxaan idin yeela yu ku digiri waxaan ya allah intaad na nooleyso haddana marba bahna la soo dilay na noole marka shuru waxaan xukumay nafdi ma tahay inay dib u noqonaynin wax kala sheega marka seen dadkii naga dambeeyay fariinta gaarsiin allah fariinta waa kan inoo keenay marka subhanahu wa ta'ala fariinti shuhadadu ay alla ay soo fareen waa kale loo sheegay wala tahsabannaha ummalaynina shahidku waa ajeeb alladina ku qutulu lillahi fi sabilillahi alladati lagu laayo amwaatan dad intay ha ummalaynina bal ahya'u wa innalihin inda rabbihim rabbigood aktiisa ku noolihin yurzaquna wala arzaq jannada midahay ay cunayaan farxiina waxay ku faraxsan yihiin farxiina waa xaal xaq iiraabte حالاً ديدنهاي بما أتاهم الله ألا وحسيه من فضله ويصبشرون وحكوا بشاريسا بالذين كوين لم يلحقوا أن سوهلهم بهم إياه أولي سوغالين ومن خلفهم إياه قداش وضعها ألا خوف عبسي عليهم تشوضين وناهان واحتقي واحصوص عليك عبسانيان ولهم يحزنون ينمرون تاتكوا بشاريسا معنى فرحات بي الله الحنيه نور ولا عليها أن الصعود مدين شهاداته إن اللبات كسهرين بكفر حسينهم يستبشرون وحي قب شارع سنب النعمة النعمة من الله كأهاتي يو فضل فضل وأن الله ألنا لا يضيع حل ذات ما يو أجر المؤمنين المؤمنين تأجرين نعمة إيا فضل ويسكد جويهين نعمة هو وحف ربضا أي بالمثل عمل كواد يكون متين فضل بلو ووح ديره الله سينا يوين ووحينا النبو حسابي كرين شهادة وحا ألا سيين لقب شاكين كرين نبي الله محمد بأ الله شاكين والله صوبة لك يستبشرون وحيكوا بشاريسا
بالنعمة النعمة من الله ألا حق سكاته وفضله وأن الله ألا لا يضيع مهل ذاديه أجل المؤمنين المؤمنين تأجر قوله دبك الصوم المؤمنين تصومران ألا أجر قوله وإبا إله تري إلهي كاه الله ذاد المال عبد الله بن مسعود يا أركي قوله ورديه سوى ترينيس قوله ترينيس سوى أركي ووردييس ورديه ورد إلهي بايدين تريني ذوك أفكم كورديه قول الله بايدين تريني إذي كاه الله ذادينين وعجيب وين إلهي سبحان الله مر مكاتلا وكوهين والحمد لله مكاتلنا وكوهين لا إله إلا الله محمد رسول الله مكاتلا اللهم صل على سيدنا إلهي وكوك يدني الذين كوا وي كوا مؤمنين فيه استجابوا لله ألا أجيبي والرسول رسول ألا أجيبي من بعد ما دعم أصابهم أنتم أصيبي كدم القرح الراوي وين للذين كوا أصبنا ذي أحسنوا صمفلي ودقالك قلي وشهيدوا بي لا هو عمي أو من مياك مذا واتقوا عبصدي أجر أجر عظيم وين الذين كووا يقال اللهم الناس صدتك وكيري إن الناس صدتك قد جمعوا لكم وإذين كل مين فاخشوهم عبصد أو نميه بقى فزادهم وزيادية هذا الكاسي إيمانا إيمان وقالوا حير حسبنا الله الله بأنه غفلا ونعم الوكيل كل ثلاثة أرتوين أكسوين لبقى الضيام يسكو تبتوه markii qoladii uu xilay gaalada ahayn ay tageen oo meel soogan buu meel socdaan buu Aba Sufyan baa wuxuu yiri ma maxamed inaan dabar goynin baan ka imanayna dad fara badan oo dhan ka leenay ma maxamed oo wali nool keenu ka imanayna waxay soo noqdeen marka waanu soo duulibay yidhaahdeen marka nin la yiraahdo Nu'aym bin Mas'ud yusafara oo wuxuu yidhi waanu idin dabar goynayna gamtaan idin joogsanayna u sheeg buu qolada sida ninkii uu yimid sidii buu nabigu sheegay marka san nabigu ku dhawaaqay istijaabu lillah waynu duulayna buu nimaan wuxuu dagaalkeeda ku jirayna nama raacayay Jabir bin Abdullah ya yuu nabigu wuxuu daaray wuxuu war caruur badan ba joogto aabaha dhalay ha tagin may ya rasuulullah oo idin markay dam way baxeen markay baxeen يا إلهي عبسي نل يداه ذو معبد الخزاعي ومركا مشرقها مركا دا مسلم نقضي تقول قولدي بو تقول سوى قيل الآنهم مرض اللولاي نبي قلوا ببحين أقو إيو الدين لا وعبد إلا سعود أبو سفيان نوحو ليها واسود برقين نكاسا كهر تقول وحولوا ورقيلانا نكي محمدها علكي أقوب النابوته ولي علكا سوكا لي عندها مساري تبكي كهر لما صور راعي waxaan gabay baan ka tiriyay buu culka aragtay ila shan lix bay buu tiriyay oo kamid tahay hashii aan fuushanaa baan ka yaabay gariirkooda inay iga dido adu gabay saasu gabayga saaban tiriyay buu marba loo sheeg bay dhayn gabay gabayga saaban tiriyay buu markaas waxa hadana wuxuu yiri umaleen maayo inaad ka hor guuri kartaa fadhiga hada way ku soo dhaw yihiin Abu Sufyan aguhu wax ka daymay markaas wuxuu soo faray kal dambe iyo bedel ha iro ahaato يصافر نبي الله محمد يا صحابتي واحد تجن ميل إلى حمراء أسد حمراء أسد بيتها ويصار نقدا يبغى نبض غبا مركز دولي ما تبان اللي قتري قصبة كلا روحها هاي يسجابو أضدك وكوي لعب صدا مالتي بدل يو أبو سفيان ألف رب بدل يسوع روري لمن اللي جاه ده في عبد قيس هو مدينة كسر صعدا سفر وراح جاء صعتان مركز واحد مدينة waxayeen awrta waalidiin hadoonina sabiib baan idin ka buuxine maxamed waxaad u sheegtaan cal aad u tira badani inuu meeshi jooga u sheega qoladii way u sheegay nabigu cul badan buu la baxay markaa badar asuqra baa leeyna badar markay tageen yu abu sufyan cabsado meeshi iman waaye marka suuqiyo waxaa jira gabayaha waxa loo yaqaan oo sanadkii 8 maalmood ee isugu yimaado oo ganacsi bandhig aweyn arwo suuqi bay nabigu intay tageen bay wax badan ka soo iibsadeen wixii bay aad uga faa'iideen waa nicmada li ino sheegi doona labada qadiya meesha ku jirta waa alladiina kuwa weeye muuminiinta ah istajabu ajibay lillahi alla iyo rasuuli min baadi ma asabahum alqarh intu dhaawu asiba kadib lilladiina kuwa waxa usugnaade ahsanu sama falay oo minhum iyaga kamid qaywa taqaw alla ka baqay ajrun ajr aliman huwa alladiina kuwa weeye kuwaas qaal allahum annasu dadku ku yiri إن الناس صدتك قد جمعوا لكم وإذين كل مين تدفع ربنا وحوي ونعيم بن مسعود فخشوهم عبصدوا لمن يهبقوا ماشي إسكا قبحا ف
فزادهم هذا الكبوح أزيادي إيمانا إيمانه ويبسيع على الأذيقان إلهي نسر قيسي يكوك الصنادة وقالوا إحنا حسبنا الله الله بأن نغفل بينه والنعم الوكيل مالك النبي قلوا حسبنا الله إبراهيم بايد مالك حين ألقي في النار حسبنا الله نبي الله محمد حسبنا الله عائشة مالك لا أفلق أديي نبا ويديو وحولي صفاء بن عسال مالك تنتيكي سيفو سمحاتني حسبنا الله بأن عربتي فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ويبحين مالك بدر بيتكين بدر ولا وينك أبو سفيان هايو ولا أرجع حيي وحي تجن مركب ماشي جوايها هاي جناح سبنا بيكسره لأنه كتاعترين سيلين في لبش سيلين بيكتاعترين فانقلبوا دواسلا فانقلبوا وحي لسه النقدين بالنعمة النعمة من الله ألا حقي سكاهاتي أو حالا يوفد الفضل أدم بالدافع لم يمسس متعبن سوء حمان واحد بوتا لودي جوربا مركي واحد هاي ذي كذا بتجن حمراء الأسد تجين دمعت ما تعبنا وكان دم بقى بدر تجين دم تعبنا فانقلبوا وحيل الله صون غذا بالنعمة من الله حول بدن بهلين يوم فضل أجد فربنا لم يمسس ما تعبنا سوء عمان وتبعوا وحيل راعين في ضوان الله إله ربها سيسي يعني وحي الله خالك أهب راعين وركاسي شو يقول يستين والله الذي فضل فضلك صاحبه ويعليم نوين إنما ذلك الشيطان إنما ذلك منك أرجع إياه إذ وهو ركحون إذين شاقي والذين شعوروا ليلة الشيطان وشيطان بوها يخوفوا كعب سجل المؤمنين أولياءه وليدي يعني بأوليائه بكعب سجل فلا تخافوهم كبقنا وخافوني أن أقبق إن كنتم مؤمنين مؤمنين هداتهم والشيطان وحاسي أفمن شار مركوا الشيطان كهذا الكيسة يونا بقدين إذن قالين إن حق كل صعده نبي الله أوه قان سمعه إذن كعدوا البكا قولي سون إنما ذلك منك إذن كاني ورورية ذا إذن كاني ويدي أبو صفيان عن حق لو تاميشي جوغا الشيطان وين والنعيم بن مسعود يقول الذي في عبد قيس يخوفه وحكو عبسي قالين أولياءه بأوليائه أولادي سو حكو عبسي قالين أولياءه دي كوي سيغل صاحبها يوحكو عبسي قالين يخوفه أولياءه بأوليائه يوم من أنت كعب سجلين فلا تخافوهم كعب سنين إن بغضنيين إذن قلي وخافوني أنا إقبقى إن كنتم مؤمنين هداتهم أفكم مركوا مؤمن يهي وأن الله كبقى ولا يحزنك يينكم رجلين الذين كوا يصارعون أدك دقي في الكفر قال لماذا محايا لإنهم يقول لن يضروا الله الله وحبي يلي مهيان ودي بمهيان شيئا قد بمهيان يريد الله ألا وحدوني ألا يجعل لهم إنونا أصمينا حظ النصير في الآخرة آخره ولهم حوصنا لعذاب عظيم نبي الله محمد أدب أدنا إليه تدكونا مسلم نقضاء مركب منافقين تنقال لماذا كسي أرديس يددك لكري لا إيهي ينبي بكم رقودي مركتا إسكتنا في بالي والله حكمتك لكوتين نكتا إدنا في بالي فلا تذهب نفسك عليهم حسرا فلا تذهب نفسك عليهم حسرا وتاسوك ولا يحزنك النبي قال لي يهي حضنيني قال لماذا يتعليين حضنيني دانت هذا قبصه ولا يحزنك يينكم رجلين الذين كوي يسارعون كدك دقي في الكفر قال لماذا إنهم يقول لن يضروا الله الله وحبا يهلي مهيان الله وحبا يهلي مهيان مركا للي يهي أدقنا وحبكو يهلي مهيان لم يضروا الله الله كرد بمهيان شيء سينا كرد بمهيان لبعت هذا يقال لماذا يقال يريد الله الله وحدوني ألا يجعل إنون أجيل وأهيسين أصمين لهم يغحظن وحنصيب يدافع في الآخرة آخرة ولهم ولبوا حوصنا لإنتا أردير عذاب عظيم وين إن الذين كوا استروا الكفر قال لماذا كوئي بسدي وكبد شيء بالإيمان إيمان لن يضر الله ألاكم أردي بيان شيئا شيئا ولهم حوصنا عذاب أليم ويكوئي بسدي وحلو ليه إيمانك فرصته هلاك يامل في جود أكله إيمان في فرصة ما هو النبي يدعى يا قرآن تبا جوجا مركز قال لما دافسده إن الذين كوا استروا الكفر قال لما دكوب الدشي كوي بسدي بالإيمان إيمان لا يضر الله الله كل بمهيان شيء عشان ولهم هوا هذه عذاب عذاب أليم وكل ولا يحسبن جينا أم لين الذين كوا كفروا قالوا بي أن ما نملي لهم إلى كرنا إنه عمرك أدرينا إنه خير خير يهل أنفسهم نفط هذا
معناها سلاسة هذه عذابة اللي إلى وحوية أن إملاءنا معنى ساس النقل ماذا مسريع وهذه اللي عذابة لكن معناها سيدنا نصر قادنين ولا يحسبن يين أم لين الذين كوي كفروا قالوا بي أنما نملي لهم كرشد أن كرنينين دبلغن عمر قادة خير إنه خير بديها لأمر لأنفسهم نفطون إنما نملي وان كرني وأكاد إن لهم يجا ليزدادوا إني زياد سبان إثما دنبي ولهم هواذي عذاب مهين ولدا وحويين وحين بدن ليهين هذا ندي النبي حقيه هذا أنا نقول حمان كنت أجنحه محي لا إنه يقول نعمي ما نبابعنا سيدي أمتي هرب أبابي فينين وكان سؤال له حليه هاي دين تهال الدايه اللي هي الكادية إني خير تهوم عليهم دنبكم ما أصيبنا دنبكم ما أصيبنا مركة وحالة إدادتك مؤمنين تا إدادتك قالة دا مذول با مؤمنين تان عمري قوة إنا هدايد دين تان خير با كوهر ري كون إن عمري قد دير في سووحن يهيو وحاوي عقاب مسيبة سنة يهوي لكن نبي الله محمد وحليه مؤمنين قفك عمري دير الله سيو هدو أول خير قمين خير تيوم مصيبة سنة ومؤمنة هديك لنا وتوبكين بركة عمري قدير مؤمنين توفي عيه ولا يحسبن يين أم لين الذين كوا كفروا قالوا لي أنما نملي لهم إن نكرن إن نكادين إن عمري قوة خير إنه خير بدنيا لأنفسهم نفطانا إنما نملي وأن أسقني وأن كرني وأن دبلغن لهم يغل يزدادوا إن زيادة دان إثما يعني اسم سياتنا إلهي كمدن لي إن اسم سياتنا لم تلا معاقبة لي كرشري يسجد دي ألا دبلغن ليزدادوا اسما دبي ما يكون رفصلين ولهم حوالي عذاب عذاب مهين ودليه دليه ما كان الله ألا ما أها ليذر المؤمنين مؤمنين تئنوا كتبوا على ما شيء أنتم يدكوا عليه دوشي ساتهين حتى يميز الخبيثة إلى أكحو كالصوع من الطيب كوناكسن وما كان الله ألا ما أها ليدلعكم كي إذين موشية إذين دالعتية على الغيب ولكن الله ألا سبحانه وتعالى يجتبي وضور تامير تولي فسوشيسة ما يشاء وقفه دون ذاتك مؤمنين تا يقال هذا على ما أنتم عليه أنتم تاسو حيقول قالك يا مسلم منافقين تي يا مسلمين سيدان هذا السجود احترتان وإذا نوكال سعنين إلهي يكون دين ماي مؤمنين تانا غيبك لدالعسين ما هي كاسوا منافق كاسوا منافق كاسوا منافق لديه ماي لكن الله قفك وضورتو النبي كاردك يو كاسا غيبك أقوي أولا دالعسين وي كاسا كل شيء كاره مرك إلهي أسباب السمين يالوك لسعنه لكن إذا قيبك إذن دالعسين ما هي والمنافقين تو إنتاسا منافقين إذن ديه ماي وي وما كان الله ألا ما أها ليذر المؤمنين المؤمنين تكو كجتكي وكدين على ما شيء أنتم بدكوا عليه دوشي ساتهين قال ذي مسلمين تيه حتى يميز الخبيثة كحل إنو كالصوع من الضيب كوناكسان ومومكا وما كان الله ألا ما أها ليدلعكم كي إذين موشن إذين دالعسين على الغيب غيبك وكان منافق أقادا كان هو مؤمن أقادا إن ديه ماي ولكن الله ألا يجتبي وضورا من رسولي فسوسي سميتا وقفك الدوراء كاسا غيبك وألا تصنيا فآمنوا رمايا بالله ألا رمايا ورسوله فسوسي سرمايا مركي قفك إلهي دونو النبي كده كاسا غيبك لدالعسين لكن إذن كمال إذن دالعسين وإن تؤمنوا هدات رميسان المؤمنين نقطان مفعول كباق وعام وتتقوا ربكم ربك كبغدان فلكم وحيدين سبحانه أجر أجر عظيم وعوين أجر وين بعد هليسا أجر وين بعد هليسا الله أكبر ولا يحسبن يين أم لين الذين كوا يبخلون اللب خيليا بما أعطاهم الله ألا وحسي من فضل الفزق جيسا هو بخيل لمناس خيرا خير لهم إن أطاعي يعني أم لين بل هو بخيل لماذا شر شر لهم إن أطاعي سيطوقون وحال قنت اللوغلين ما بخلوا به وحي لا بخيلان بان قنت الأسر يوم القيام وحسيدا نكدع كرتو صدقة تضوع معه وواجبك وحيابها الجهات قالوا بحين لها وحيابها الزكاة أو كالي قفكي لا بخيلة قيامها لقنت الأسر وحي عقابة يعني لقنت قيامها الأسر ونقادي كريم يا قيام المثل لك أو كالي هل تاك قفكي دلمية تضبع يا غور يا ذل الله بلاه يا دش الله صلاة يا دل كوكله دتك درسك دتك قريها سواقله دتك سوكل
zakaduna waa sidaas oo kale qiyaama waxa la yiri inta sida loo sheexiyo qofka zakadiidka oo loo haday tahay loo ama geel ama adi iyadoo cidiyeedii wadata ya sida loo dulmarin hada nafsu ka bixmayso ta u dambaysay markay dhaaftaa lagu soo celin hadana saasa loo ciqaab haday lacag yahay inta la kululeeyo ya la saari nafsu ka bixmayso ila qudradiis ولا يحسبن يين أم لين الذين كوا يبخلون الله بخيلة بما أعطاهم الله ألا وحسيه ومن فضله فزق جيسا هو بخيل لماذا خير خير إنه تعلم يجا بل هو بخيل لماذا شر شر بلهم يجا أطاي سيدوقون وحال قنت اللوجلين ما بخلوا به وحيل الله بخيلا يوم القيامة يوم كيس ولله الله وحاسبنا ذي ميراث السماوات السماد الدحل كذا الله إسكال اللهم بأسوه هذه دونه أو عيد اللمالي والأرض أدد رحل كذا والله أعلم بما تعملون وعد عمل فليسا خبيرا آيات وحيت الماميسا وحن حولي هذا هاي ستان إلهي بإذن كدح لي أنت وقعنت إذن كتيرون صدقيسا بحيوان هذا بحيوه إذن اللهم بكوه ريقوه أليه مركوه ربي إسي ولله اللهم حوصنا لمراسو السماوات السمادة رحل كذا والارض اضدد لحل كده الله با اسكله مركي كل خلق ودن او دمادو والله الله بما تعملون وحد عمل فليسان خبيرك اوغوي والله سبحانه وتعالى.